وهل يثبت لله سبحانه وتعالى الشمال وهل يثبت له الأصابع؟ هذا ورد في الأحاديث الصحيحة، إثبات الشمال وهي يمين، كلتا يديه يمين، فهي شمال ولكنها يمين في حقه سبحانه وتعالى، وله الأصابع أيضا، الأرض على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع والثرى على أصبع، هذا ورد في الحديث. نعم.